ناخد المشتقة السؤال الأخير الثالث عن أخ الإكس بقيمة الإكس الاقتران عندي القيمة المطلقة لإكس. قبل ما ناخد الاشتقاق عند القيمة المطلقة لإكس خلينا نشوف كيف رسمة القيمة المطلقة لإكس وإيش هي قيم القيمة المطلقة لإكس لما بحط أنا في السؤال أي قيمة عندي. هيا ناخد أنا أف الإكس بتساوي القيمة المطلقة لإكس. كلنا بنعرف إن القيمة المطلقة لإكس رسمتها بالشكل هذا اللي هي رقم زي السبعة عاملة هيك. تعالوا لازم يكون في خط مستقيم، ما لازم يكون غير. طيب القيمة المطلقة لإكس هي هي رسمتها على خط الأعداد، وهذا بيكون عندي سالب ما لا نهاية وهذا ما لا نهاية، وهذا محور الإكس وعندي هذا محور الواي. بنصير من ما لا نهاية السالب لما لا نهاية، وعندي نقطة الأصل صفر وصفر. هلا القيمة المطلقة لإكس واضح إنه هي الرسمة موجودة في الجزء الموجب والجزء السالب لقيم إكس، هو الربع الأول والربع الثاني. هذا بنسميه ربع أول، ربع ثاني، ربع ثالث، ربع رابع. فالقيمة المطلقة لإكس موجودة في الربع الأول والثاني. واضح إنه أنا لو بدي أجي أعمل إعادة تعريف للقيمة المطلقة، في جزئية بتكون عند قيم الإكس أكبر من الصفر، يعني قيم الإكس الموجبة، وعن قيم الإكس اللي أقل من الصفر اللي هي السالبة. صح؟ في عندي طرفين في الرسمة، في عندي لما يكون الإكس أقل من الصفر، عفوا الإكس أكبر من الصفر، يعني هذا القيم كلها الموجبة إيش قيمة الاقتران لإلها؟ ولما تكون القيم سالبة إيش قيمة الاقتران لإلها؟ كلنا بنعرف وشرحته أنا سابقا، لكن هرجع أشرحه هنا عشان يكون سهل علينا كيف الاشتقاق، لأنه الاشتقاق ما راح ياخذ ثلاث حالات. الاشتقاق عند القيمة المطلقة له ثلاث حالات، لما الإكس أكبر من الصفر له مشتقة، وعند الإكس أقل من الصفر له مشتقة، وبدنا نشوف عند الإكس بدها تساوي صفر هل في له مشتقة ولا لا. فعم بالأول نفهم شو الإكس أقل من الصفر والإكس أكبر من الصفر والإكس بتساوي صفر عند القيمة المطلقة. هلا إكس أكبر من الصفر يعني قصدي فيها قيم الإكس الموجبة، شو بتاخذ في الدالة؟ إكس، صح؟ هذا الخط المستقيم هو عبارة عن إكس، صح ولا لا؟ الخط الموجود بالجهة هذه أو بالربع الثاني هو عبارة عن سالب إكس، مش لو إحنا كملنا الرسمة هيك، هذا كنا نسميه هذا الاقتران هيك، هذا اسمه واي بتساوي اكس، صح؟ وعلى الجهه الثانيه هيك، هذا بنسميه واي بتساوي سالب اكس اللي هو معكوس اكس. فالقيمه المطلقه هي عباره عن مين؟ الاكس وعنده مدموجه مع سالب الاكس من فتره من سالب ما لا نهايه لصفر. اذا هذا اسمه اكس، الاقتران هذا اسمه اكس، خط المستقيم. الخط المستقيم الثاني اللي هو الانعكاس له حول محور السينات، اعملوا انعكاس للواي بتساوي اكس حول محور السينات في الجزئية السالبة رح تطلع فوق، صح ولا لا؟ فبتصير قيمة مطلقة. إيه لو أنا عملت الانعكاس على محور السينات للجزئية ايش؟ السالبة. فهذا الاقتران هو سالب اكس في القيم مين؟ في الإكس أقل من الصفر، وفي الإكس أكبر من الصفر القيمة المطلقة هي عبارة عن إكس. إذا نرجع نعيد تاني، لما بدي أجي أكتب أنا أعمل إعادة تعريف، أف الإكس بدها تساوي القيمة المطلقة لإكس هي كالتالي، مرة حتكون هي إكس، في وين الفترة؟ من إكس أكبر من الصفر، صح؟ والقيمة المطلقة لإكس هي سالب إكس اللي هو هذا الجهة، الخط المنحنى بالجهة بالربع الثاني هو عبارة عن سالب إكس لما إكس أقل من الصفر. هي في قيم إكس مين؟ السالبة. في قيم إكس السالبة قيمة القيمة المطلقة لإكس هي عبارة عن سالب إكس.
لكن في القيم الاكس الموجبه هي عباره عن اكس. طيب عند الصفر، عند الاكس بتساوي صفر، ايش القيمه المطلقه؟ الها صفر. اذا هنا لما بدنا نعمل اعاده تعريف للقيمه المطلقه عند الاكس اللي هتساوي صفر، القيمه المطلقه صفر، عند اي قيمه موجبه القيمه المطلقه هي اكس، عند الاكس اقل من الصفر راح يعطيني سالب اكس. لو بدنا نعملها بالارقام عشان تتاكدوا، اف الاثنين اللي هي القيمه المطلقه للاثنين اثنين. طيب اف السالب اثنين، السالب اثنين عدد ماله اقل من الصفر صح؟ فايش القيمه المطلقه له؟ سالب العدد، يعني سالب العدد اللي عندي هو سالب اثنين، فيعطيني موجب اثنين. ليش؟ لانه القيمه المطلقه دائما الناتج موجب، يعني دائما الرينج لها موجب، هاي الرينج من صفر لما لا نهايه، فدائما ناتج القيمه المطلقه هو بياخذ القيم من صفر لما لا نهايه، ما بيعطينيش قيم سالبه. هي قيم الاكس ممكن تكون سالب او موجب، لكن الرينج اللي هي قيمه الداله عن قيمه اكس معينه لازم تكون موجبه. واضح؟ اذا هي عندي اف الاكس هي عباره عن القيمه المطلقه، هي عباره عن اكس لما اكس اكبر من صفر، او سالب اكس لما اكس اقل من الصفر، او بتعطيني صفر لما اكس شو هتساوي؟ صفر. خلينا نروح نجيب المشتقه. السؤال انا طالب عندي المشتقه عن القيمه المطلقه لاكس، او ممكن يجيب السؤال بصيغه ثانيه، وين الداله اف الاكس اللي هي قيمه مطلقه لاكس قابله للاشتقاق؟ يعني ممكن يجي السؤال بصيغتين، اوجد الاشتقاق عند القيمه المطلقه لاكس، او وين الداله قابله للاشتقاق. خليني انا ايه اكتب قيمة السؤال. طيب السؤال حكينا اما بيطلب مني اوجد المشتقة عند القيمة المطلقة لإكس، او ممكن يجي السؤال بصيغة ثانية، Where is the function f x absolute x is differentiable؟ يعني وين الدالة قابلة للاشتقاق؟ او وين الدالة مشتقتها موجودة؟ فراح نعمل الاشتقاق عند الثلاث حالات. في كل حالة بدي اكتب مين؟ القانون واعوض عنه. طبعا القانون عن الاكس هو عباره عن مين؟ قانون المشتقه للداله عند الاكس. ديريفد فانكشن اللي هي عند الاكس راح تعطيني المشتقه الاولى عند الاكس اللي هتساوي الليمت لما اتش تقول لصفر اكس زائد الاتش ناقص اف الاكس. بدنا ناخد حالة حالة، هاي الكيس واحد، يعني الحالة الأولى ليت إكس أكبر من الصفر، مش أنا بالقانون بيلزمني أعوض عن أف الإكس، وبيلزمني كمان أعوض عن أف إكس زائد الأتش، صح؟ فأنا هكتب القانون، وين ما يكون عندي القانون إيش مطلوب رح نعمله على الهامش. اعتقد ان الجزئيه هذه وضحت ليش انا كتبت اف الاكس بالطريقه هذه، هي اعاده تعريف للاقتران. نيجي نكتب في الحاله الاولى، انا عندي اف داش الاكس بدها تساوي ليميت اتش تقول لصفر، عندي اف اكس زائد الاتش ناقص اف الاكس على مين؟ على اتش. احنا حكينا عن هامش، بدي اروح اجيب اف الاكس واجيب اف اكس زائد مين؟ الاتش. خلينا نعملها الآن، هاي اف الاكس هي عبارة عن مين؟ القيمة المطلقة لاكس، اوريدي موجودة. طيب اف اكس زائد الاتش، كل اكس بدي اشيلها في السؤال في القيمة اللي في قيمة الاقتران اللي هو معطيني اياها، واعوض عنها مين؟ اتش زائد الاكس. انا عندي الاقتران هو عبارة عن قيمة مطلقة، ولكن لمين؟ لاكس زائد الاتش. طيب هلا حكينا احنا قيمة القيمة المطلقة لإكس هي عبارة عن إكس
أو سالب إكس أو صفر حسب مين؟ إكس أكبر من صفر أو إكس أقل من صفر. طيب لو كانت عندي أنا إكس أكبر من صفر، في الإكس أكبر من الصفر موجبة يعني صح؟ فالقيمة المطلقة لإكس راح تعطيني مين؟ إكس، يعني هذه راح تساوي إكس. طيب وإحنا عارفين إن الأتش تقول لصفر، يعني الأتش قيمة كتير كتير صغيرة، فلو أنا أضفت الإكس هي موجبة زائد الأتش راح يعطيني كمان هذا الإشي موجب، صح ولا لأ؟ الأتش هي عدد صغير كتير بيقترب من مين؟ من الصفر، بيقترب من الصفر من جهة اليمين، عشان نوضح هاي الصفر. الأتش لما يجي من جهة اليمين، يعني لما أنا عندي الإكس أكبر من الصفر، يعني الأتش موجبة والإكس موجبة، فهيكونوا هما كلهم أكبر من الصفر. طيب لو كان أنا العدد عندي أكبر من الصفر، القيمة المطلقة بتحكي لي إنه هو ما في داخل، القيمة المطلقة بتطلع زي ما هو. وضحت؟ إذا كان ما في داخل القيمة المطلقة موجب، أي هذا معناها موجب. فناتج القيمة المطلقة على طول هو ما في داخل القيمة المطلقة كما هو. إذا على طول هذا القيمة المطلقة لإكس زائد الأتش منها تساوي موجب إكس زائد الأتش كما هي، يعني بتطلع كما هي، بلاش نكتب موجب عشان يكون من أجل موجب، إنه بتطلع كما هي. هيا إكس زائد الأتش، ليش طلعت إكس زائد الأتش؟ لأنه ما بداخل القيمة المطلقة هاني موجب. ليش موجب؟ لأنه أنا ماخذة الحالة إكس أكبر من صفر موجبة، والأتش تأتي من جهة يمين الصفر، لأن أنا واخذها من عند الإكس موجب، يعني القيم الموجبة جاية. فالأتش موجبة والإكس موجبة، فإكس زائد الأتش أكبر من الصفر، يعني ما بداخل القيمة المطلقة هو موجب. وأنا عندي القيمة المطلقة بتحكي لي لو ما بداخلها موجب، على طول الناتج هيساوي الناتج هو ما بداخل القيمة المطلقة كما هو، ما بغيرش الشرط. واضح؟ طيب هذه في حالة مين؟ الموجب. خلينا نرجع ليش نعوض عنها، لأن أنا كاتبة من الحالة الأولى لو كانت الإكس أكبر من صفر، يعني لو كانت الإكس موجبة. أعوض عنها. إذا هذه هاي إيش طلعت معايا؟ إكس زائد الأتش. من وين جبت هاي؟ من هنا. بنروح بنعوض بالقيم اللي عندي على الأتش. عوض مين؟ هاي هي يساوي الليمت النهاية لما اتش تقول لصفر على اتش اف اكس زائد الاتش. قديش طلعت معي؟ اكس زائد الاتش. ليش؟ هاي توضيحها شرح لي. ناقص اف الاكس هاي ايش طلعت معي انا على الهامش في حالة كانت موجب؟ هذا كله في حالة كانت الاكس موجبة، راح يعطيني اكس. واضح؟ هذا اللي احنا بنحكيه كله هي في الحالة الأولى لما كانت إكس أكبر من صفر، يعني الإكس موجبة. احنا حكينا مشتقة بدنا نوجدها في الثلاث حالات، لما تكون الإكس موجبة وتكون الإكس سالبة وتكون الإكس صفر. طيب بعد هيك هل في عندي اختصارات؟ نعم. الأتش الإكس راحت مع سالب إكس، ضل عندي أتش في الوسط على أتش في المقام، ويساوي ليمت اتش تقول لصفر اتش على اتش، بتروح الاتش اللي في البسط مع اللي في المقام بضل عندي واحد. ليمت لما اتش تقول لصفر للواحد هي واحد. اذا المشتقه عين نيجي نكتبها هنا. خليني امسح الجزئيه اللي فوق، خليني امسح. قانون الاشتقاق خلص صار معنا. أنا ما بيلزمنيش وأنا ما بيلزمنيش. أنا بدي المشتقة للإكس إيش بدها تساوي؟ في حالة الإكس أكبر من صفر، قديش طلعت معي المشتقة؟ واحد. حطيت. إذا المشتقة للقيمة المطلقة اللي هي إف في الإكس أصلاً هو معطيني إياها. خليني أكتبها معي بس. هاي اف في الاكس اللي هتساوي قيمة مطلقة لإكس، المشتقة لإلها في حالة الإكس أكبر من الصفر والإكس
اقل من الصفر. في حالة الاكس اكبر من الصفر ايش المشتقة بلاد معايا؟ واحد، بحطها هنا. نيجي نشوف في حالة المشتقة في حالة الاكس اللي هي بدنا نسميها الحالة الثانية. كيس نمبر 2 ليت اكس اقل من الصفر، يعني الاكس سالبة. هاي الحالة الثانية لما كانت معايا الاكس سالبة. سالبة يعني بدي اروح وين؟ هاي في المنطقة هاي. الاكس اقل من الصفر يعني سالبة، ايش قيمة القيمة المطلقة لها؟ سالب الاكس. يعني عشان انا اجيب انا بدي امسح عشان اعمل وسع، بس انا بدي اقارن بينهم فما بديش امسح. خليني اكتب هاي واعمل هاي مش بالهاي. ماشي، في حالة الاكس اقل من الصفر عند القيمة المطلقة لإكس إيش بدها تساوي؟ هي في حالة الإكس سالبة، القيمة المطلقة إيش بدها تساوي؟ سالب الإكس، يعني سالب ما بداخل القيمة المطلقة، صح؟ طيب، وعندي الاتش تقول لصفر. طيب، هي الاتش لما تقول لصفر والإكس أقل من الصفر، هتقول من اليمين ولا من اليسار؟ هتقول من جهة اليسار، يعني الاتش بتكون ايش؟ سالبة، والاكس سالبة. فلما انا اجي اعملهم اكس واتش سالبتين بدهم يجوا تحت القيمة المطلقة، راح اخذ لهم سالب ما بداخل القيمة المطلقة، يعني القيمة المطلقة لاكس زائد الاتش. او قبل ما اكتب هذه خليني خليني بالأول أكتب النهاية، بعد ما أكتب النهاية خليني أوجدها. الاتش تقول لصفر، القيمة المطلقة للإكس هي سالب إكس في حالة الإكس أقل من الصفر. إذا الإكس زائد الاتش هل هي موجبة ولا سالبة؟ هذه الإكس سالبة والاتش تأتي من جهة اليسار فهي سالبة، صح؟ هي قيمة صغيرة ولكن جاية من جهة اليسار سالبة. فإكس زائد الأتش عددين سالبين حيطلعوا سالب، يعني هما الاثنين أقل من الصفر. إكس زائد أتش مالها؟ أقل من الصفر، لأنه الإكس سالبة والأتش سالبة فهما الاثنين مجموعهم أقل من الصفر. طيب، إذا الاثنين مجموعهم هم عدد سالب، هاي مجموعهم عدد سالب، هم عدد سالب. إيش القيمة المطلقة لعدد السالب؟ سالب العدد، يعني القيمة المطلقة لإكس زائد الأتش إيش منها تساوي؟ سالب إكس زائد الأتش. ليش سالب إكس زائد الأتش؟ لأنه سالب زائد، لأنه إكس زائد الأتش هي سالبة. صح؟ وأنا عندي إذا كانت الإكس سالبة فالقيمة المطلقة إلها سالب العدد، صح ولا لا؟ ناخذ هنا مثلا مثال، لو كانت عندي الإكس بدها تساوي سالب 3، إيش القيمة المطلقة لإكس؟ طيب عوض عنها هذا، إيش القيمة المطلقة لإكس لما تكون الإكس سالبة؟ إيش بقول القانون؟ حط سالب العدد. هاي سالب مين العدد عندي؟ سالب 3 ويساوي موجب 3. إذا لو كان العدد سالب وأنا بدي أوجد القيمة المطلقة له لازم أضربه في السالب. واضح؟ هو هذا العدد سالب، القيمة المطلقة له أضربه في السالب. إذا ملحق الحين القيمة المطلقة لإكس زائد الأتش في حال كانت إكس أقل من صفر راح تعطيني سالب. ولكن في حالة كانت إكس أكبر من الصفر أعطتنا القيمة المطلقة لإكس زائد الأتش هي نفسها موجب ما تغيرت، لكن هذا لأنها سالب غيرت لها الإشارة. واضح؟ طيب بدي أمسح أنا عشان أوجد مين؟ المشتقة في حال كانت الإكس أقل من الصفر. أكتب المشتقة إذا التكملة الآن. الليمت لما اتش تقول لصفر
ناقص f الاكس على مين؟ على h هذه في حال كانت مين؟ بيعطيك من الرأيها في حال كانت الاكس اقل من الصفر. طيب اجي اعوض عنها بالقيم اللي انا جبتها f x زائد ال h. انا عندي اصلا السؤال f الاكس زائد ال h ناقص f الاكس. f الاكس اللي هي قيمة مطلقة الاكس ناقص f x زائد ال h. هي f الاكس هي عبارة عن قيمة مطلقة لاكس. طيب f x زائد ال h هي عبارة عن القيمة المطلقة ل x زائد ال h. طيب ايش حكينا القيمة المطلقة ل x زائد ال h بتساوي؟ سالب x زائد ال h. سالب x زائد ال h واحطها في اقواس. نعيد تاني ليش سالب x زائد ال h؟ لأنه أنا بحل هنا في المنطقة ال x أقل من الصفر، يعني ال x سالبة. ف x زائد ال h بتكون سالبة، أروح أعوض عنها. طيب f x زائد ال h هي عبارة عن x زائد ال h. أعوض limit x عفوا h تقول لصفر، هي المقام h. القيمة المطلقة ل x زائد ال h ايش بدها تساوي؟ سالب x زائد ال h محطوطة في أقواس ناقص القيمة المطلقة ل x ايش بتساوي هنا؟ القيمة المطلقة ل x في حال كانت x أقل من صفر سالب x. نرجع نعيدها، إذا كانت x أقل من صفر يعني x سالبة، قيمة القيمة المطلقة سالب x. طيب أروح أعوض عنها هان سالب x، بعد هيك راح يعطيني إيه؟ أعمل تبسيط، أعدي السالب على الأقواس، يعني السالب بيعدي مرة هان ومرة هان، حيصير سالب x ناقص ال h زائد ال x. على مين؟ على h. سالب x راحت مع موجب x، ضل عندي مين؟ ليميت لما h تقول لصفر، سالب h على h. ال h بتروح مع ال h، مين ضل عندي؟ سالب واحد في البسط. ليميت h تقول لصفر لسالب واحد، وهذا راح يعطيني سالب واحد. إذا المشتقة عندي، طبعا المشتقة f داش من x، المشتقة في حالة x أقل من صفر شو بدها تساوي؟ سالب واحد. إذا المشتقة في حالة x أقل من صفر سالب واحد. إذا في حالة x كانت موجبة المشتقة راح تعطيني واحد، في حالة كانت x أقل من صفر المشتقة راح تعطيني سالب واحد. طيب نيجي أشوف المشتقة لو كانت ال x بدها تساوي صفر. ال x بدها تساوي مين؟ صفر. خليني أعملها هنا. دي هي كيس نمبر 3. ال x بدها تساوي صفر. بدي أجيب المشتقة عند ال x بدها تساوي صفر. يعني f داش للصفر، إيش قانونها؟ ليميت لما h تقول لصفر. f صفر زائد ال h ناقص f الصفر على مين؟ على h. هلا هان خليني امسح هان. f داش للصفر هي عبارة عن ليميت h تقول لصفر، f صفر زائد ال h ناقص f الصفر على h. علامش بدي اروح اجيب f الصفر، انا بالاصل عندي f ال x شو بدها تساوي؟ قيمة مطلقة ل x. طيب f الصفر ايش بدها تساوي؟ بدي اجيبها علامش مش انا بدي اياها عشان اجيب المشتقة عند الصفر، وبيلزم لي كمان f صفر زائد ال h. طيب ايش f الصفر عندي هنا؟ احنا حكينا f ال x
قيمة مطلقة على x لما x ده تساوي صفر، إيش قيمة المنطقة القيمة المطلقة للصفر؟ صفر. إذا القيمة المطلقة لصفر هي صفر. طب قال لي يعني القيمة المطلقة لصفر زائد ال h، إيش بدها تساوي؟ قيمة مطلقة على h، صح؟ القيمة المطلقة على h. حكينا قبل شوي ان الاتش اذا اجت من اليمين بتكون موجبة، اذا الاتش اجت من على جهة اليسار بتكون سالبة. اذا الاتش هذه اذا اجت من على جهة اليمين شو حتكون؟ موجبة. اذا اجت من على يسار الصفر حتكون سالبة. فهن بصير عندي حالتين للحل. حيصير عندي لما اكس لما اتش تقول لصفر، مرة الاتش حتقول لصفر من جهة اليمين، هينا نعملها على الخط. مش مرة الاتش حتيجي من هنا من جهة اليمين، ومرة الاتش حتيجي من على يسار الصفر. مرة الاتش لما تيجي من جهة اليمين حتكون موجبة، ولو اجت من جهة اليسار حتكون القيمة المطلقة لها سالب الاتش، لأنه هي بالأصل سالب. إذا هانس حيصير عندي حالتين في الحل. اف داش للصفر لما نمت اتش تقول للصفر من جهة اليمين، خليني بس بالاول اعوض. اف الصفر زائد الاتش هي عبارة عن قيمة مطلقة لاتش ناقص الصفر على مين؟ على اتش. يعني انا وصلت هان القيمة المطلقة للاتش رح انزل صفر، خليني اكتبها وبعدين اشرح. قيمة مطلقة لاتش على اتش. حيصير عندي حالتين، مرة الاتش لما تقول لصفر من جهة اليمين، ومرة الاتش لما تقول لصفر من جهة اليسار. يعني حيصير عندي اف داش للصفر ليميت لما اتش تقول لصفر من جهة اليمين قيمة مطلقة لاتش على اتش ايش بدها تساوي، ولما ليميت اتش تقول لصفر من جهة اليسار للقيمة المطلقة لاتش على اتش. لو اتش اجت من جهة اليمين يعني حتكون الاتش موجبة. القيمة المطلقة لأي عدد موجب هو نفسه، يعني هي ليميت اتش تقول من جهة اليمين هي اتش على اتش، وراح يعطيني واحد، صح؟ طب لو اجت الاتش من جهة اليسار يعني الاتش سالب. أي قيمة مطلقة لعدد سالب هو سالب ما بداخل القيمة المطلقة، يعني سالب الاتش على مين؟ على الاتش. راح يعطيني مين؟ سالب واحد. إذا كانت النهاية عند الصفر من اليمين موجب واحد، المشتقة عند الصفر من اليمين موجب واحد، والمشتقة عند الصفر من اليسار سالب واحد، يعني المشتقة من اليمين لا تساوي المشتقة من اليسار، بنحكي انه الدالة غير قابلة للاشتقاق عن مين؟ عند النقطة هذه اللي هي مين؟ الصفر. ليش الدالة غير قابلة للاشتقاق عن الصفر؟ لأنه المشتقة عند الصفر من اليمين لا تساوي المشتقة عند الصفر من اليسار. المشتقة من جهة اليمين أعطتني واحد، المشتقة من جهة اليسار عند الصفر أعطتني سالب واحد. لهيك لما نيجي نكتب المشتقة لأف الإكس للقيمة المطلقة، يا إما واحد عند الإكس أكبر من صفر، يا إما سالب واحد عند الإكس أقل من الصفر. لكن عند الصفر نفسها، عند الصفر نفسها اقتران القيمة المطلقة غير قابل للاشتقاق. ليش غير قابل للاشتقاق؟ لأن المشتقة الأولى عند الصفر من جهة اليمين واحد، والمشتقة عند الصفر من جهة اليسار سالب واحد. وهذول التنتين غير متساويات، لأن الواحد لا يساوي السالب واحد، فالمشتقة عند الصفر غير موجودة. هيك بنكون خلصنا محاضرة اليوم. إن شاء الله تكونوا استفدتوا. بشوفكم في المحاضرة اللي بعدها. باي.